كما تسمعوا المعلق دابا كينادي على المقادين باش يطلعوا الراس المحرك يتحصى والتنقيط وهذاك الشيء. واليوم راه غير التحيه والتنقيط واحصاء الخير، يحصيو شحال كاين من الصربه هنايا. كما تشوفوا اليوم راه الافتتاح، شوفوا شحال ديال الخيط تبارك الله غاديه داخله. حافظك خويا، اليوم راه افتتاح الصوره تبارك الله غادي داخلين. الله يسخر ليكم والسلامه والتيسير. سعدتي في تبريد وعارفه الله يحفظكم. تحيه لحمزه من سوق، الله يسخر خويا. ها انتم تبارك الله الخيم، اليوم راه كما كتشوفوا الافتتاح، راه كاع الصربات اللي كاينين هنايا في مولاي عبد الله كاع غيدخلوا للمحرك. تحيه ليكم، الله يسخر ليكم. كاع الصربات غيدخلوا للمحرك دابا. اليوم راه الافتتاح كما عاود كاع كنقولها وكنعاود نقولها، كاع الصربات غاديين داخلين المحرك. وراه اليوم الصراب تبارك الله راه الصراب كثير، راه المحرك غادي يكون عامر بالصربات. واليوم غير الاحصاء ديال الخيل والتقياد وغدا البارود. ها انتم الخيل تبارك الله، شوفوا الخيل شحال. الله يهديك عينك فينا.
الله يسخر الله يجيب تيتي. شكرا شكرا. الله اللهم بارك. تبارك الله الخيل كثير مسلم مولاي عبد الله راه معروف ومشهور الخيل تبارك الله كيجيو من المغرب كامل تبارك الله. Thank you.
راني داير بخير هاني واش مراكبش ها يوم الجمعه ان شاء الله غدا ان شاء الله الله يسخر الله يسخر سير.
تحية ليوسفي حارث، تحية لك خويا، تحية لك بطل المغرب 2023 اللي حصل على الميدالية الذهبية في دار السلام. تحية للأبطال ديال يوسفي حارث، تحية لكم. هادو هما الأبطال اللي جابوا الميدالية الذهبية في دار السلام 2023، تحية ليهم. الله يسخر لهم ويتمنى لهم السلامة والتيسير. أبطال المغرب تحية لكم 2023، الأبطال ديال يوسفي حارث والبطل المغرب يوسفي حارث اللي جاب لقب دبالة المدينة الجديدة عمالات الجديدة وجماعة مولاي عبد الله، تحية ليك. السلام عليكم كاملين، أهلا العمران، تحية العمران راكب مع البطل المغرب يوسفي حارث، الله يسخر لكم. هادو هما أبطال المغرب اللي حصلوا على الميدالية الذهبية ب 2023 بدار السلام، نتمنى لهم السلامة والتيسير، تحية لك أخويا عمران. ما عرف لك مصور، ما عرف لك باردي، ما عرف هي راه قبل سبع صيعو. الله يسخر، الله يسخر خويا. السلام سي يوسفي، كيداير أخويا حارث؟ لاباس عليك المقدم، هاني وعلى السلامة. ونتمنى لكم دوزوا هذا الموسم بسلام وسلامة. هذا هو بطل المغرب 2023 يوسفي حارث اللي جاب الميدالية الذهبية. ها؟ الله يسخر أخويا. قيصر بن عود قيصر تبارك الله، الله يسخر ونتمنى له السلامة والتيسير لخويا يوسفي حارث. بطل المغرب 2023 بدار السلام اللي حصل على الميدالية الذهبية، وهذو كلهم أبطال، كلهم أبطال دكالة. تحية للناس ديال دكالة جماعة مولاي عبد الله. الله يسخر ليكم، نتمنى لكم السلامة والتيسير. هادو راه كلهم أبطال المغرب تبارك الله، هادو كلهم على يوسفي حارث، الله يسخر. والله ما نزلت من اللي تنزلت عندكم، تعرفوا راسكم راه عزاز. نتمنى لهم السلامة والتيسير والله يسخر ليهم. الله يسخر خويا اليوسفي، الله يسخر. كما شفتوا راه بطل المغرب اليوسفي حارث توا كيتواجد هنا. شكرا خويا الله يكبر بكم. البطل اليوسفي حارث توا كيتواجد هنايا مع هاد الصوره بلي داخلين هنايا المحرك ديال مولاي عبد الله. بطل المغرب 2023 حصل على الميداليه الذهبيه في دار السلام، ونتمنى المسؤولين اللي هنايا ويسمعوا الكلام ديالي ويوصل هذا الميساج، كنتمناهم يديروا لي واحد التكريم اللي تكريم هو في المستوى، حيت هذا الانسان راه كيستاهل، كيستاهل بزاف بزاف، راه من اطيب خلق الله وجاب اللقب لدكالة وحمر ريم وجههم. وتحيه لي خويا جماعه مولاي عبد الله عمالات الجديده، والسلام عليكم. زعما ضربي زكا كما كتشوف رباط الخيل. دابا حاليا انا عند الباب ديال الدخول ديال السربات، وصلوا 94 سربه وباقي السربات كيدخلوا تبارك الله، باقي السربات كيجيو، هما السربات باقيين على برا 94، وهذه اللي جايه داخله دابا كاين 95 ديال سيدي بنور. تحيه جماعه بوحمام، تحيه ليكم، الله يسخر. تبارك الله على هاد العوده، هاد الحال زوين تبارك الله. انا واقف عند باب دابا هنا، هادي 95 صربة دابا، وباقي مازال الصربات اللي دخلوا تبارك الله. محمد عبدون
تحية للحاج محمد عبدو، تحية ليك. الله يسخر من لك السلامة وتيسير. الله يسخر لك الحاج. هذا الحاج محمد عبدو الممثل جماعة القواصم ديال سيد العربي. تبارك الله، اللهم بارك. الله يسخر. هذه الصربة ديال المقدم الحاج محمد عبدو الممثل القواصم ديال سيد العربي. ها واحد العودة، يلاه جاي في العمارية تا هو، يلاه جاي مسرج هذا تبارك الله، يلاه جاي داخل. ها هو تبارك الله، اللهم بارك. والله ما خلاو يدخل بالله. هذا يلاه جا، هذا يلاه جا. ما خلاوش الجيرة ديال البردان، البردان ديال الحاج بردان، هذا العود مع الحاج بردان. تحية للحاج بردان وتحية للناس راسينا في النور. صافي خليها راه غادي تجي. بخير، هاني على السلامة. راه شفت المقدم غادي داخل، يا كلشي بخير. امتى جيتو؟ جيتو نهار الاربعاء. ونتمنى لكم السلامة والتيسير والله يسخر. الله يسخر. كي جاك هذا العام موسم الله يعرفنا؟ مليح. ها؟ مليح. من حسن ذاك العام ولا هذا العام؟ هذا العام غيكون خير إن شاء الله. هذا العام غيكون خير مع التنظيم ومع داك الشيء زوين تبارك الله، الله يسخر. Thank you.
عوينة ياسين طلعت ياسين لا باش تشدو كاليتي زوينه. تحية خويا ياسين. خويا عطينا شي كلمة على مصمرة عبد الله. أحسن شكرا شكرا وتحية للخيالة وتحية للمقادي والفارضية. المحرك بزوج نص غيبقى غدا ان شاء الله يبدا البارود، نص كيبقى في هذا المحرك ونص كيطلع المحرك الاخر. ونتمنوا لهم السلامه والتيسير للجميع، ويا ربي يدوز هذا الموسم بخير وعلى خير. وكما كتشوفوا راه التنظيم في المستوى وكل شيء في المستوى، وحتى الخيارات تبارك الله راه منظمين روسهم بروسهم تبارك الله. وتحيه لي تنسوش كذلك نشكروا هذا الجمهور الرائع اللي كيحضر معنا، وكذلك الجاليه المغربية المقيمة بالخارج. كما قلنا في اليوم الأول اللي صار في 4 أغسطس 2023، احنا مازالين مستمرين في الإحصاء ديال التدخين اللي ما شاء الله العدد ديالهم بلا أكثر من 100 سيرفو، وهذا شرف لينا أننا نستقبلوا هذا الموسم هذه الوتيرة. تبارك الله لأول مرة كتشوفوا أن المحرك ينتهي عن آخره، وهذا في شرفنا. وتبارك الله هذه الرايات الحمراء اللي كترفرف وسط منها هذه النجوم الخضراء ما كيزيدنا الا قوه وتشبث في ولائنا واخلاص لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله وقيده. الامر والامان دائما كنعاودوا نذكروا الشكر الموصول لرجال الدرك الملكي وقوات مساعدة والسلطة المحلية اللي تبارك الله واقفين بجد باش انهم يوفروا لنا الامان، لان هذا الموسم راه كيتعتبر كانه كمدينة ربما التكسر اللي كيتفق المدينة، وهذا ما كيزيدنا الا شرف وفخر واعتزاز باش اننا نضمو هذا التظاهر. مليون مرحبا بكم، لنا بفضلكم باش كنستمتعوا في هذا الموسم ديال هو موسم ولاد الله امغار. شجعوا برجمه الحراره. تحيه للساده العلام وعلى الضوء ديالكم وعلى الصبر ديالكم، لان كما كنقولوا دائما انتوما هما الشعلة اللي كتنور هذا الموسم، لأن الجمهور تبارك الله اللي كيتفوت في العينة كيجي باش يستمتع معاكم في الظروف الجميلة اللي كيعرفها هذا المحرك تبارك الله، اللي عايش سنين فن تبورنا اللي عرفاته تبكالة. أحلى تحية
شوف عاد اسمع درنا معاكم غنديرو الاقصاء من حتى وغنساليوه مع التمنية باش نبقاو شوف ملي كيكون نظام القانون غادي وحنا غاديين به يعني بقى 10 دقائق تقدر في اي لحظه تجي شي سيرفي تقول لك انا عندي الحق ندخل دايرين معاكم نظام دايرين معاكم وقت نعم علينا ما احترمناش توصل التمنية احترموا معاكم النظام مفهوم هاد الشيء درنا في اجتماع دابا الحال الساعة تقريبا 57 دقيقة توصل 8 العيب علينا اللي تبنا معاكم واضح؟ اليوم الفعيج غنفتتحوا موسيقى عبد الله أمغار والآن غادي نبداو مع الإحصاء مباشرة مع اللجنة التنظيمية يلا سي أمين فضلوا وجود خير ديالك من بعد منه غيكون نور الدين الركيبي يلا سي امين فغلول يلا سي امين فغلول زيد اتمنى لهم السلامة والتيسير امين فغلول اتمنى لهم السلامة والتيسير الله يسخر ليه الموسم الله يعطي الله غني مغار الله يحفظك خويا رشيد الله يحفظك الصرفه ديال رشيد مشتريعي الصربة ديال شرف بحراوي حتى هما كاينين في مولاي عبد الله من المهارزه مولاي عبد الله راه مراكم شرف بحراوي مراكم كاين النائب ديالو اللي كان غنصم عيط الاول تبع الثاني الصربات بداو كيخرجوا المحرك بدا كيخوى كما شفت تبارك الله هاد الصربات اللي كاينين هنا تبارك الله راه غيتقسموا على المحارك بجوج النص غيلعب هنا والنص يلعب في المحرك الثاني هما المحارك بحال كلشي المحارك تبارك الله كلهم تنظيم في المستوى كلهم زوينين ما كاينش فرق ما بين هاد المحرك وهاد المحرك غير قسمناهم باش المحارك 21 محسن الرشيدي ثانية برقيق عمالة سيدي بالنور مدة جريدة صاحب كما كتشوفوا هنايا تبارك الله الخير راه كاينه 112 صربة تبارك الله العام اللي فات كانت 100 صربة هذا العام تزادت 12 صربة هذا العام تبارك الله باش تعرفوا راه الموسم في التنظيم باش تعرفوا راه المهرجان ناجح تبارك الله وموسم مولاي عبد الله راه ناجح وباش تعرفوا البارود راه وصل رقم 30 المهدي مجيب من مدينة جديدة ها هو المهدي مجيب ها هو حصته هو امين فغلول تحية لكم اخويا الله يسخر لكم المهم هما راه مقيمين بالواجب مع اللجنة المنظمة ومع التنقيط كاين الخيل والاحصاء تبارك الله كاينين النواب ديالهم امين فغلول والمهدي مجيب تحية لكم
كما كتعرفوا البارود راه وصل 12 ألف ريال الكيلو، و سي المهدي الفاطمي راه هو اللي قايم الجماعه ديال مولاي عبد الله، هي اللي تكلفات بالبارود ديال هاد الصربات كاملين تبارك الله، البارود على حساب الجماعه. وتحيه للناس ديال الجماعه واللجنه المنظمه، تحيه اليوم على تحيه لهاد الواجب اللي قايمين به، ونتمنوا هاد الموسم يدوز بسلام وسلام. نقدم محمد حيلي جماعه العونات عملات سيدي بنور، يتواجد معنا هنايا في مصر مولاي عبد الله، نتمنوا لهم السلامة والسير للمقادير. دكتور محمد صليح مدينة سيدي بنور. زيدة تجي إلى بغيت الشربة ديال المقدم محمد صليح. تفضلوا بالخيم ديالكم. محمد صليح مدينة سيدي بنور. الشربة ديال الدكتور محمد صليح ممثل عمالة سيدي بنور. صليح راه غني على التعريف، راه كلشي تيعرفو تبارك الله. تحية ليكم خويا، الله يجزاك خير، الله يحفظك عزيز. صليح راه مراكم، رقم 50 ديالو عبد الإله الخادي. المقدم عبد الله الخالدي ممثل عمالات اليوسفية. والمقدم عبد الله راه مراكب الشاقينة النائب ديالو. تحية خويا، تحية اليوسفية. بدر كي داير بخير؟ الله يحفظك يا ولدي. ولد عبد الله الخالدي هذا. رقم 51 محمد بن شلح جماعة جابرية. إذا تفضلوا أمام الباب ديال الخروج السادة العلامة. أي صربة عيطنا لها الخيلات دابا الخارجين كيديروا واحد الدورة زوينة، دورة شرفية زوينة والله إلا غزالة. على دورة كيديروها تبارك الله، واحد الدورة زوينة. مشعيب الرسمي جماعة بن هلال. احنا كتشرفنا المرأة المغربية بالحضور ديالها في هذا الموسم، لأن المرأة المغربية عندها واحد الدور فعال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصى عليها قال لنا نساؤكم ثم نساؤكم ثم نساؤهم، ما أكرمهم إلا كريم وما أناهم إلا لئيم. إذا من هذا المنطلق 58 المختار أشهر جماعة كامدة يقليم سيدي بنور. ودائما كنجدوا الولاء ديالنا إلى السدة العالية بالله لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وحده. رقم 58 المختار الأشهر جماعة كامدة. أن السي يوسف حريت اللي حرز على الميدالية الذهبية في دار السلام لأول مرة، هذا شرف لنا وشرف للدكالة ومدينة إقليم الجديدة. تحية خاصة دائما سحرية أيوسفية.